زعيم الغفل. دبل بيرست عنيف جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف، وبهذا الفيديو زي ما انتم شايفين راح ننازل أخيل الأخير ضد بلابل الإيفولوشن. طبعا أخيل الأخير فتحناه بالقناة، فإذا ما شفت فتح العلبة روح فوت على القناة وشوفه، أو من علامة الآي اللي فوق. فقبل ما نبلش اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة. وكمان إذا أنتم بالأردن وبدكم تشتروا بلابل بيبة البيرست وحلبات بيبة البيرست من أي جزء بدكم إياه، فنزلوا تطبيق SSA Shop اللي راح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف وبأول تعليق، وصور البلابل ظهر قدامكم على الشاشة، فروحوا اشتروا من التطبيق. وبس، ويلا نبدأ بالنزلات، ورح نغير وضعية أخيل الأخير ونطوله بنص النزلات، وكمان رح نغير وضعية زعيم الوقت للهجوم. أول نزال ضد وحش الظلام، الجولة الأولى 3-2 جو. يلا يا أخيل الأخير، العجلات تصدت لهجوم أخيل 1-0 لوحش الظلام. أخيل الأخير بوضعية الطول 3-2 جو. نجح للحلبة بعد ما طلع منها وفكك وحش الظلام وانتقم، فاثنين واحد، واللي بوصل لأربع نقاط هو الفايز 3-2 جو. يا حبيبي التصادم المباشر، أخيل قاعد بيضيع طاقته، بس بدنا نشوف شو بده يسوي آخر إشي. حس بيرست؟ لا ما في بيرست. 3-1 لأخيل الأخير وباقي له نقطة. كمان أخيل بده يضيع طاقته. طبعا كل هاي الجولات غير جولة واحدة. وأخيل بوضعية الطول. وفككه بيرست فينش، ف 5-1 لوحش الظلام. فوحش الظلام خسر وحطناه على الجهة اليسار، أما الفايزين راح نحطهم بهاي الجهة. أخيل الأخير ضد زعيم الغفل، دبل بيرست عنيف جدا 3-2 جو. صادم عنيف جدا. طبعا على علبة أخيل الأخير كان محطوط إنه بيفكك زعيم الوقت، فيلا نشوف إذا راح يقدر يفككه ولا لا. ضربات خفيفة وزعيم الوقت فاز، ف 1-0 أخيل الأخير بوضعية الطول 3-2 جو شوت. راح نحسبها خروج خارج الحلبة لأنه فككه من الحلبة، يعني أخيل الأخير طلع بعدين تفكك لحاله. 3-2 جو شوت. كمان مرة خروج خارج الحلبة، ف 3-0 لزعيم الوقت. الزعيم بوضعية التحمل 3-2 جو شوت. عادية، أما الزعيم بالتحمل هسه حطيناه، فشكلنا رح نرجع أخيل لوضعيته الطول. زعيم الوقت فاز على أخيل بنتيجة 4-0، فنعمل جولة إضافية وهو أخيل بوضعية الطول 3-2 جو شوت. يلا فككوا يا أخيل ولا تضيع طاقتك. خلص أخيل أنت خسران، فنحطك هون. لا بمزح، بدنا ننازله. أخيل ضد الوميض 3-2 جو شوت. فأخيل بوضعية الطول حاس نسيت، وواحد صفر لأخيل. وآه أخيل الأخير كنا حاطينه بوضعية الطول، الوميض كان رح يتفكك. 3-2 جو شوت وتعادل بالخروج خارج الحلبة 3-2 جو شوت. 1-1 أخيل بوضعية العادية 3-2 جو شوت. يلا بدنا بيست. يلا صادم. ايوه، ف 2-2 وتعادل 3-2 جو شوت. إذا واحد فكك الثاني بيفوز، كان راح يطلع الوميض. وخروج خارج الحلبة، الوميض أخرج أخيل و 3-2 للوميض. وهسه رح نطلق أخيل الأخير مايل 3-2 جو شوت. ولا
ول 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 ثلاث ثلاث، كل ما واحد يجيب نقطة الثاني بيعادلها. خلاص الجولة الحاسمة 3-1 جو. شوت في بيش في موس من التصادم، او شكله ما في بيرس. يلا يا اخيل تعادل ونعيد الجولة. الجولة الحاسمة مرة ثانية 3-1 جو شوت. يا حبيبي 4-3 وفاز الوميض، نزال شرس بيناتهم وجولة إضافية لأنه حماس. هسه بطل في حماس، الوميض انضم لقائمة الفايزين بالجهة اليمين، وهسه منافس أخيل واللي هو السيف الوهاج. نشوف هل السيف راح يقدر يحطمه ولا لا. 3-1 جو. بيرست فينش لأخيل الأخير، واثنين صفر من أوليتها حماس وجلد. 3-1 جو شوت. الجولة الثانية وبجوز تكون الأخيرة لصالح أخيل، وثلاثة صفر. أخيل مولعها اليوم. بالجولات اللي قبل كان أخيل الأخير بوضعية الطول، أما هسا رجعنا لوضعيته العادية. 3-2-1 انطلاق. يلا السيف، حطمه بسيفك ومهارتك السيف الثلاثي، بس السيف غير متوازن للأسف. ونعيد الجولة، فغيرنا مقبض السيف وهسا نشوف شو رح يصير. 3-1 جو. صار أسوأ وأخيل فاز، ومنافس أخيل الأخير التالي خفاش الليل، بس للأسف قاعدة خفاش الليل ضايعة من زمان، حتى المقلدة ضايعة فحطنا له قاعدة خفاش النار. 3-1 جو. ضربه ضربة وطيره. 3-1 جو شوت. أخيل بوضعية الطول ضيع طاقته للأسف. يلا يا الأجنحة، يلا نشوف تحمل فائق، بس للأسف 2-0 لأخيل. 3-1 جو شوت. ضربات شرسة و 2-1 لأخيل. 3-1 جو شوت. الروم خطع وبيرست فينش، وبيرست هادي جدا، ف 4-1 لأخيل وفاز. باقي المنافس الأخير لأخيل الأخير واللي هو الرمح اللولبي، فالخفاش تحطم فنحطه قائمة الخاسرين للأسف، ونشوف الرمح هل راح يقدر يصد ضربات أخيل ولا لا. 3-1 جو شوت. واحد صفر للرمح اللولبي. أخيلي بوضعية الطول. 3-1 جو شوت. يلا حطمه، وبجوز نسوي نزال خاص بفيديو خاص بين أخيل والوميض لأنه كان حماس كثير. نزال لصالح أخيل الأخير، واحد واحد وتعادل. 3-1 جو شوت. الضربات صارت هادية مش زي النزالات اللي قبل. 2-1 للرمح. 3-1 جو شوت. ثلاثة واحد للرمح. 3-1 جو شوت. رجعنا أخيل لوضعيته، ضيع طاقته بس للأسف خف، وأخيل فاز 3-2. بجوز بده ينتقم هسه ببيرست. 3-1 جو شوت. وأخيل الأخير فاز، وهسه خلص الجولة الحاسمة لأنها النتيجة 3-3. 3-1 جو شوت. في بيست، في بيست من الضربات، الرمح أكل ضربات. بجوز هسا خسر 3 كليكات آخر كليك. الرمح اللولبي فاز وأثبت لنا إنه أخيل ولا إشي بالنسبة إله، الرمح والوميض والزعيم الوقت فازوا، أما السيف والخفاش وحش الظلام خسروا. فبس هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الحماسية القادمة. وزي ما شفتوا الرمح والوميض والزعيم فازوا على أخيل، أما السيف والخفاش وحش الظلام يعني البلابل اللي ورا خسروا، أما البلابل اللي قدام فازوا.
فزي ما انتم شايفين اخي التعب من النزالات وقرر ينام بين البلابل. فبس احلاما سعيدة نتمناها لاخي للاخير في نومه، ومع السلامة.